مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير، والكل اللي تابع معنا قصة الشاب العشريني اللي غادر إلى دار البقاء بعدما تعرض للغرق بشاطئ موران، إلا أن الأسرة ديالو لم تتوصل بالجثة منذ شهر منذ يعني 9/11/2020، وهذا الشاب غارق بشاطئ موران، والأسرة ديالو يعني كانت تعاني الأمرين بسبب يعني ربما الإجراءات اللي المسؤولين ما قاموش بها بطبيعة الحال، وشهرين هما كيتسناو باش يتسلموا الجثة إلى يومنا هذا، والجثة لا زالت قابعة بمستودع الأموات. يعني هذه القصة الغريبة والمثيرة غادي يحكيها لنا الأب ديال خربوش عبد الرحمن. انا الاب ديال خربوش عيسى اللي غرق في إمورات. السبب ديالو واحد الدري قال لي، كيقول له رضوان السويبي، دهل قال لي يلا تخدم معايا يوم الله نهار 8/11/2020 نهار 9/2020، قال لك الدري راه غرق مع الثلاثة ديال العشية. جيت أنا إلى مركز الشرطة الدرك الملكي، قال لك أش عرفتو غرق؟ قال لك بأن إحنا عندنا واحد جهاز فيديو وكاين الحوايج ديالو ولا كارت. هذيك الساعة ما وروني لا أوراق لا كارت لا حوايج لا فيديو لا والو. جيت في نفس هذيك الليلة هذاك الدري تلقوه مشى. مشيت انا عاد كنطلع نهود قادر نقلب نجري والو ما كاينش، حيت وليت عندهم المرة الثانية قال لك اسيدي راه مازال ما لقيناش وهذاك راه غادي نطلقوه راه ما عليه حتى حاجة ما هادي. جيت للدار داز شي 10 أيام هما يتصلوا قال لك لقينا واحد السيد راه خرجوا البحر. جيت لقيته من قلميم، هذاك من قلميم، قال لك ودي الدري من قلميم. قالت نهار 17 باش غرق الدري دار لي التليفون قال لك جدا المياه جا سيدي شوف واحد الجثة واش تعرف عليها. جيت ما تعرفناش عليها، شدوا تحليلات من عند الأم ديالو وديالو هو، داوهم نهار 25 إلى هاد الأربعة اللي يلا جاتنا التحليلة ديالو. يعني شهرين وأنتم معذبين. شهرين هادي عام التحليل الدروك ومعذبين وما خد العذاب. كيفاش الشهرين كنمشيو نمشيو لجدار المياه يقول لك مازال ما جاناش، نمشيو للسبيطار مازال ما جاناش، عاودوا يصيفطونا للوكيل، الوكيل ما يبوش يستقبلونا. انظروا هاد العذاب اللي عذبوني تاني في المحكمة البارح أكثر من هاد العذاب اللي داز عليا في 3 شهور. قال لك أسيدي الأوراق ما عندناش، مازال ما جاوناش، مازال ما درنا، مازال من بعد حيت درت اتصلت بعميد الدرك الملكي عطانا النمره ديال المحضر قالها ليهم في الهاتف التليفون. دخل قال لك ها هو كاين دروك، قعدنا من 7 ديال الصباح وحنا نتسناو حتى للعشيه اللي عطاونا هذوك الاوراق. اليوم احنا قاعدين امام مستودع الاموات بغينا نسلموا هذه الجثه ندوها ندفنوها ونتهناو واحد الشويه من العذاب واحد الشويه. والإحساس ديالي كنقول لواحد الأيام غادي نتهنى واحد الشيء، تهنى أمو وعايلته بأن ولدهم راه دفنوه راه تهناو. وواحد الإحساس ديالي أنا تاني أمو مراد، حنا مراد، والدري اللي كان مكفل بينا ومعاونا راه مشى لدار البقاء، تبقى لنا الله. هو اللي كان معاون معايا في الكلاب في الضوء في الماء في الصيد. الى انا يا دبرت على شي هو داك ما دبرش كاين القهوه يا بدا دين الدراع ديالي اليمني. يعني في هذه المرحله كنت ربما بعض الخطر ما كيكون عندك حتى باش تركب يعني في هذه الاجراءات. اي راه ما عندي باش نركب في هذه الاجراءات، كاع هذا الشيء اللي دوز كاع راه اليوم نيت اليوم راه ما جيت لهنايا عم نتسلف، نتسلف عند عباد الله. غير الناس كيعرفوك كيقول لك قال لها ديبس كاستي بغي يجي، كاين اللي يعاوني وكاين اللي عاد تسلفني باش نجي. هي باش من الاجراءات ولا بيلانس لا بيلانس عاد تكفل لي بها واحد السيد الله يجازيه بخير هي والصندوق.
اي هذا انا عندي ودي في سبيل الله، حالة ضعيفة. حالة ضعيفة، عارف البنية حالة ضعيفة وعارف كل شيء، والمباقي عاد تلفته ونطلب هكا ونطلب هكا لمدة 3 أيام هادي، لأن كون بغيت نجي ندير كون جيت نهار الجمعة، وإني ما عنديش، وليت من الجمعة والسبت الحد اليوم الاثنين اليوم الثلاث هلي الله لميت باش نجي أنا وأمو لهنا المستودع الأموات باش نسلموا هاد الجثة ندوها. أني والطالب أنايا في الأول قلت غادي نتبعو في المحكمة، ودروك المحكمة ما دايرهاش، شفت أنا الحكم ديالها كيفاش دايره معايا، هاد السير كندعيه لله، كندعيه لله اللي كندعيه، مو المحكمة ما دايره لي والو، بغيت عاود جينا في التكرفيس تاني بغيت تكرفسني تاني كتر من القياس، يو هذا هو خير كلام، وكنقول الله ينصر سيدنا، والسلام عليكم.